نظم العشرات من سائقي التاكسي الأبيض في مصر اليوم وقفة احتجاجية في ميدان مصطفى محمود، وذلك احتجاجا على عمل شركتي أوبر وكريم لنقل الركاب بالأجرة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية GPS. وتسببت الوقفة الاحتجاجية في زحام مروري وتكدس بالميدان نتيجة إيقاف سائقي التاكسي سياراتهم بعرض الطريق من الجانبين لمنع حركة السيارات، ما استدعى قوات الأمن المصرية لإطلاق الغاز المسيل للدموع وفض الوقفة، وأجبرت منظميها على الرحيل. وينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ علاء محمد، أمين عام النقابة المستقلة لسائقي التاكسي. يعني كيف تحلل هذه المشكلة، وهل من الممكن انتهائها عن طريق عرض المشكلة على الحكومة أم لا؟ طيب أنا بس أصحح معلومة لحضرتك، هو ما حصلش إطلاق قنابل مسيلة زي ما بيتقال، هي كانت كلها قنبلة مسيلة واحدة اللي اتضربت بطريقة خطأ في الغالب، وبعدها الوقفه فضلت مستمره لان انا حبطت شويه ومشيت، يعني انا رحت اشوف الدنيا فيها ايه. طب يمكن اتضرب بعدك ولا حاجه، ولا حضرت الوقفه كلها؟ لا لا، انا في ناس بتكلمني من هناك، يعني انا بتابعهم، انا مش موجود في الوقفه بس بيتكلموا. يعني انت شاهد عيان على القنبله الاولى فقط؟ انا كنت موجود وشفت ان هي كانت واحده، وكانت في الغالب بالطريق الخطا وما حصلش حاجه بعدها، يعني ده كان الصبح. في الغالب ده توقع من حضرتك ولا معلومه ولا ايه؟ ده توقع، لان انا ما شفتش حاجه حصلت من الامن بعد كده. طيب يا فندم اشكرك على شهادتك، اتفضل. اتفضل. انا سالت حضرتك المشكله دي ممكن تتحل ازاي؟ يعني او محاور هذه المشكله ايه، وهل من الممكن الحكومه فعلا تحل المشكله دي ولا لا؟ وتنسق بين سواقين التاكسي والتاكسي الابيض وكريم واوبر. هو يعني احنا طالبنا الحكومه اكثر من مره بحل المشكله، لان الشركات دي شغاله غير قانوني. ما بتكلمش على التطبيق، انا بتكلم على العربيات الملاكي اللي شغاله تحميل باجر، وده غير قانوني. فانا في دوله قانون بطالب بتطبيق القانون. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا المفروض ان انا السواق بيسوق عربيته برخصه خاصه، عربيته الأجرة برخصة خاصة، يدفع غرامة 1050 جنيه. ما بالك حد يشتغل بعربية تحميل بأجر، رخصة خاصة وعربية ملاكي، والإدارة العامة للمرور مش شايفة شغلها كويس. طبعا هي مسكت حملات عليهم بس مش بالقدر الكافي. بنتمنى منهم إن هو يعني يقفلوا الأبلكيشن أو التطبيق نفسه يعني. طيب أنت من وجهة نظرك الحكومة ممكن تستخدم القانون إزاي؟ حضرتك بتقول أنت في دولة قانون وهناك قانون يحكم الأمور. هل تم استخدام القانون بالفعل؟ هل الحكومة تدخلت بشكل يرضيكم؟ الواضح انكم عملتوا مظاهرة لان محدش سمع لكم. بالظبط، هو لحد دلوقتي اللي اتعمل معانا لا يرضي اي حد، لان الحملات اللي اتعملت مش بالقدر الكافي على العربيات دي، والمفروض ان هم يشوفوا الشركات نفسها، مش ندور على ان احنا ناخد كام عربية في الشارع ونعمل لهم مخالفات. الشركات نفسها المفروض التطبيق يتقفل زي ما حصل في دول بره كتير قوي، وحضرتك تعلم الكلام ده. شكرا. الحاجة الثانية، احنا في صدد ان احنا نرفع قضية، لو ما تمش دوت هنرفع قضية على الشركات نفسها بالفعل، لأن ناخد إجراء قانوني معاهم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف، لكن ما زلنا في مصر معكم، حيث نظم المئات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات احتجاجات بكافة السنترالات في جميع المحافظات والديوان العام بسنترال رمسيس، وذلك رفضا لقرار مجلس الإدارة المؤقت بخفض عدد شهور الأرباح إلى 9 أشهر بدلا من 12 شهرا، مطالبين بالحصول على الأرباح السنوية، خاصة بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أسامة ياسين تحقيق الشركة لأرباح ضخمة قدرها 3 مليارات جنيه العام الماضي. هذا كما واصل المئات من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث يعتصم العاملون بجميع فروع الهيئة أمام بوابة المقر الرئيسي بميدان الدقي، مطالبين بإسناد الهيئة لجهة استثمارية ذات خبرة وفصلها عن وزارة الأوقاف، وتقديم كشف حساب عن الفترة السابقة التي أهدرت خلالها أموال الهيئة، إضافة إلى تحسين أحوالهم المادية والعلمية والأدبية وتعيين المؤقتين. واستمرارا لمسلسل الاحتجاجات، تظاهر المئات من أصحاب المعاشات في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة للمطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات 1200 جنيه والتنديد بتردي أوضاعهم الاقتصادية والمطالبة بزيادة المعاش. نتابع عينة من آراء المتظاهرين اليوم من أصحاب المعاشات. بدي رشوة، أنا بدي إيدي، أعمل إيه؟ أنا بدي إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ أنا بلاش الرئيس الجمهورية يتدخل في حقوقي.
يشعروها قبل ما اموت ولا يستفادوا بيها. انا عندي السكر وعندي القلب مش قادر اواجه الحياه. على اصحاب المعاشات حصلت سطو، اكبر عمليه سطو على اموال اصحاب المعاشات 620 مليار جنيه سطت تحويشه عمر اصحاب المعاشات، ودلوقتي بنترجاهم نبوس الايادي عشان يعملوا لنا حد ادنى لاصحاب المعاشات 1200 جنيه بنتحايل عليهم عشان يدونا جزء من فوائد اموالنا، والحكومه ما بتسمعش. فلازم نيجي نقف هنا ولازم نموت هنا. 570 وعندي 4 عيال في التعليم، تقدر الحكومه ياخدوا فلوسها ويسرقوها؟ سرع عدد. انا مستعد وقتي اهي واقعد هنا واقطع الطريق، والحكومه اللي تضرب تعمله. مش فارقه كتير يعني، بس مراتي بقى تاخد العلاج يدوها بقى بعد ما اموت انا. في معاش كده في الدنيا؟ وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عمرو الأبوز الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أستاذ عمرو أهلا بك معنا. أهلا بك سيدي. يعني هي دقائق معدودة في الحقيقة لهذه يعني الفقرة وهذه المشكلة. عايز خريطة للمعاشات في مصر، عدد العاملين، عدد المنتسبين للمعاشات، مشكلتهم إيه؟ مشكلتهم مع وزارة التضامن، وزارة المالية، في عشان المشاهد يعرف الخريطة بشكل مبسط. سريعا بس، هو الدول يعني النظام المعاشات مطبق في مصر من سنة 1930. أموال المعاشات والتأمينات بتستقطع من الموظفين، الحكومة ما بتديش حد حاجة. في عندنا أكتر من 17 مليون منتسب للنظام في مصر، دولا الحكومة شهريا بتستقطع جزء من رواتبهم تحطها لهم زي في صندوق أو فايدة التأمينات الاجتماعية، عشان لما الرجل ده يكمل 60 سنة أو لما تحصل له إصابة عمل ويحل المعاش أو التقاعد بيصرف عليه براتب شهري. فإذا الأمولة بتدفعش. من سنة 1980 الدولة أنشأت حاجة اسمها بنك الاستثمار القومي، خدت فيه أموال، ألزمت الهيئة التأمينات الاجتماعية أنها تحط فلوس الناس بتاعت المعاشات دي في هذا البنك علشان تاخد عوائد بسيطة جدا يعني لا تكاد تذكر يعني. وظل الأمر على ما هو عليه حتى سنة 2006 إلى أن جاء بطرس غالي. يوسف بطرس غالي أخذ الفلوس دي من بنك الاستثمار، ضخها في الموازنة العامة للدولة علشان بدل ما يروح يقترض من البنوك بعوائد كبيرة، قال لك لا، الفلوس دي ملهاش حد بيسأل عليها، ناخدها من بنك الاستثمار ده ونحطها عندنا احنا، وكده كده هنرسمن لهم العوائد، مش هنديهم عوائد. يعني ايه نرسمن العوائد؟ يعني انتوا مثلا خدنا منكم 400 العوائد مليار، العوائد تنضم راس المال، العوائد تنضم راس المال، ما يدهمش عائد. وطب الناس دي تصرف منين؟ تصرف من الاشتراكات، ده بيلموا فلوس كويسه يعني. طيب. وفضل النظام ده معمول بيه حتى الان. الحكومه ليه بترفض مثلا ان هي تعمل حد ادنى لاصحاب المعاشات، مع ان الحكومه ما تدفعش من جيبها حاجه؟ فكره ان الحكومه كده هتضطر آسفة ان هي تدفع لاصحاب المعاشات من العوائد اللي هي ما بتدفعهاش. يعني هي فكره، هل الحكومه، هل الاموال دي اموال حكوميه؟ لا، هي اموال خاصه. طب هل الحكومه هتغرم شيء او هتتكلف شيء من الموازنه العامه؟ طيب. لما تزود اصحاب المعاشات ده سواء في علاوات او تحط حد ادنى، يعني احنا عندنا 9 مليون شخص بيستفيدوا من اموال المعاشات دي، بياخدوا اموال المعاشات، نصهم تقريبا بياخد اقل من 900 جنيه. 900 بس جنيه. هم قالوا ان في احكام قضائيه بتلزم الدوله بتطبيق الحد الادنى للمعاشات 1200 جنيه. وفيه طبعا المحكمه الدستوريه سنه 2005 كانت اصدرت ايضا بعض الاحكام. صحيح. ومع ذلك الدوله لا، يعني الدوله للاسف لا تلتزم بمثل هذه الاحكام ولا تلقي لها بالا، وبتضرب بكل مطالب اصحاب المعاشات عرض الحائط، على الرغم من ان الى الان وصلت مستحقات المعاشات لدى وزاره الماليه 612 مليار جنيه وفقا لارقام الحكومه. 612 مليار. سؤال مش اخير وفي يعني 20 ثانيه تقريبا. تفضل. 162 مليار تائها لا نعلم اين ومن صرفها. صحيح. اصحاب المعاشات بيقولوا الكلام ده والنقابيين، الكلام ده مظبوط؟ هم مش هم 168 فقط، هم 168 دول مش عارفينهم راحوا فين. انا كان عندي اصول بقيمه كذا وعليهم عوائد بقيمه كذا، المفترض ان كان يصبح عندي اموال المعاشات في حدود مثلا 800 مليار، انا النهارده عندي بتقول لي عندك 612، اذا في رقم تائه. ومع ذلك ال 612 دول كانه مملوكين لاصحاب المعاشات بالصوره فقط، يعني اصحاب المعاشات عندهم 612 مليار، بس هل بيستفيدوا منهم في شيء؟ لا. بينتفع منهم في شيء؟ لا. بيحصلوا على اي مزايا من الدوله؟ لا. لا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمرو الأبوز الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية. شكرا جزيلا. مستمرون معكم، وبعد الفصل تلتقيكم الزميلة أسماء علي في ملفات أخرى وفيها
العالمي والنساء الفلسطينيات مجادنا من الشوارع ابواب الاقصى عمالهم بيستشهدوا. في اليوم العالمي للمرأة، هل حصلت المرأة العربية على حقوقها أم تعاني الإهمال والتهميش؟